السابعة صباحاً في واشنطن. أقود السيارة وقت ذروة المرور وأتوجه إلى المكان الذي تم فيه اكتشاف فضيحة فولكسفاغن. كما هو معتاد في الولايات المتحدة الأمريكية، أقود سيارة SUV من طراز فورد إكسبيديشن بمحرك تتجاوز قوته 200 حصان. أخرج من المدينة متجهاً غرباً. تستغرق الرحلة 4 ساعات أقطع فيها 300 كيلومتر. أتزود بالوقود. ثمن البنزين هنا أرخص بكثير من أوروبا ويبلغ نصف يورو للتر الواحد. ألتقي المزارع مات ميلز الذي يقود سيارة من نوع دوتش رام تستهلك 11 لترا لكل 100 كيلومتر، وهو استهلاك مقتصد بالنسبة للاستهلاك المتوسط في أمريكا. أحب فولكسفاغن وبورش وأودي. لماذا؟ سيارات يمكن الاعتماد عليها. يمكن الاعتماد عليها؟ لكن هل تتمتع بمصداقية؟ ففولكسفاغن غشت مؤخراً ملايين الزبائن، وهو ما اكتشفه الباحثون هنا وكشفوا عن فضيحة الغش. العاملون في مركز الوقود البديل كانوا بصدد اختبار 3 أنواع من السيارات، وحينها كانت سيارة من نوع فولكسفاغن من بينها بالصدفة. دانيال كاردر أشرف على هذا الاختبار. وجدنا تباينًا بين نتائج الاختبارات في الطريق وتلك التي في المختبر، علمًا بأننا لم نكن نفكر في إجراء اختبارات على الطريق، ولكن عندما رأينا الفارق الكبير في النتائج بين المختبر والطريق، كان واضحًا أن هذه البيانات غير مطابقة للواقع. هذا الاكتشاف أحدث زلزالًا في قطاع صناعة السيارات الألماني. في ولاية فيرجينيا الغربية يتم اختبار الماركة الأمريكية شيفرولي تاهو. من المرجح أن هناك آخرين يغشون أيضاً، ومهمتنا هي معرفة مدى التزام الآخرين بالمعايير المطلوبة. يأخذني دانيال كاردر إلى اختبار في محطة اختبار متنقلة، اختبار توفر فيه ظروف القيادة الحقيقية. وبعد الفضيحة التي اكتشفها اختباره، ألاحظ علامات الحذر بادية عليه. لسنا فخورين إطلاقاً بما كشفته البيانات، ولم يكن في نيتنا إحراج أحد، بل توفير بيانات لازمة. ستصبح هذه الاختبارات أكثر صرامة في المستقبل، ومن يدري أي فضيحة غش ستكشف حينئذ.